13 فهم. انت راضي عليهم كلهم؟ انا راضي عن نصهم ومتهيالي نصهم ده رقم كويس يعني. الباقيين يعني ما كنتش في الوقت ده اقدر اتحكم قوي في اللي يعني لما بيجي لي دور كويس فبشتغل. بعد كده عجبني بقية الافلام. ايه قصه الاغنيه اللي سجلتيها من فلسطين؟ دي اغنيه كنت عملتها سنه 89 وكنت حامل اياميها شريط كاسيت وبعدين غيرت رايي قلت لا ما ينفعش. فكنت عامله الاغنيه دي فلما جت اتطورت احداث فلسطين فقلت لا لازم ده وقته ان انا اصور الاغنيه وانزلها فيديو كليب. فالاغنيه كان كاتب الكلمات بتاعتها الاستاذ احمد فؤاد نيب والالحان كانت للموجي الصغير ومين تاني يا ربي ويحيى الموجي هو اللي موزع وصورناها جميل جميل المغازي صورها ولسه ما نزلتش. شوفيها بقى قولي لي رايك. كلمات الاغنيه ايه؟ اقول لك حته من الكلام. بتقول الارض بتطرح اطفال اطفال غير كل الاطفال حضناتهم مدارس وخنادق ولعبهم ديناميت وبنادق فعنيهم احزان العالم على عالم خان الاطفال. كمليها. بستان الضفه الغربيه لا استني لا اتلخبطت كويس انا فاكره دي. فقولي لي رايك ايه في اطفال الحجاره؟ بتتفرجي على الاخبار؟ بتشوفي بيعملوا ايه في فلسطين؟ بيتدربوا ولا بيضربوا؟ لا هم لا مش بيضربوا في فلسطين. قصدي انت بتشوفي الولاد الصغار بتدافع عن بلاد. طب البلاد دي اسرائيل بتضربهم بالنار. طب شفتي الولاد الصغيره في الاخبار وهم ماسكين الطوب وبيرموا الاسرائيليين بالطوب؟ شفتيهم؟ كان نفسك تعملي زيهم؟ لا عشان اقف في النص. عشان ايه؟ عشان اقف في النص وقدامهم. يعني في النص؟ يعني اقف في النص والناس واقعد اضرب وهدومي تتوسخ. يعني حلوه قوي يعني. طب يعملوا ايه؟ قولي لي رايك انت ايه ممكن يحلوا المشكله دي؟ دي مشكله فظيعه. انت عارفه ايه المشكله؟ المشكله ان الاسرائيليين دول عايزين يطلعوا الفلسطينيين ويقعدوا بدلهم ما يبقوش عندهم بيت. فالولاد الصغيره بيضربوهم عشان هم بيتهم حلو. طب هم يعملوا ايه؟ يروحوا يقعدوا فين؟ يقعدوا فين؟ والله انا عارفه ما اعرفش.